بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع المقر Thermodynamics and Fluid Mechanics، الدرس الثالث أو الوحدة الثالثة اللي عنوانه First and Second Law of Thermodynamics. كنا قد عرضنا في Chapter 1 أو في الوحدة الأولى كل ما يخص السيستم، وكنا قد عرفنا أن السيستم هو النظام الذي يتم درسه وتحده الباوندري، وكل ما هو برا النظام يعتبر surroundings أو المحيط الخارجي للنظام. قلنا إن الأنظمة تنقسم إلى ثلاث أجزاء: النظام الأول اللي هو open system الذي يسمح بتبادل الكتلة والطاقة مع المحيط الخارجي، closed system الذي يسمح بتبادل الطاقة مع المحيط الخارجي لكنه لا يسمح بتبادل الكتلة، والisolated system أو النظام المعزول هو النظام الذي لا يتبادل الكتلة أو الطاقة مع المحيط الخارجي. أيضا كنا قد نوهنا أو بدأنا تقريبا تعريف First Law of Thermodynamics، ونحاول خلال هذه المحاضرة تذكيركم بما هو يتعلق بال First Law of Thermodynamics، لكن هنا خاص بإيش؟ بال Closed System. زي ما قلنا Closed System يمكن بالنسبة للكتلة لا يتبادلها، لكنه بالنسبة للطاقة فإنه يتبادل الطاقة مع المحيط الخارجي. طيب، فإذا هنا بما أنه لا يتبادل الكتلة، فthe only way to the energy of closed system can be changed are through transfer of energy زي ما قلنا by work or by heat. فإذا Q minus W is variation of total energy is equal delta U plus delta kinetic energy plus delta potential energy. ال second minus هذا منين جاي شباب؟ قلنا انه يجي لما اتفقنا على انه كان عندي النظام كده، فلما الورك يخرج من النظام يعتبر موجب، ولما يدخل للنظام يعتبر سالب، عكس الهيت اللي لما تخرج تدخل للنظام تعتبر موجب وتخرج من النظام تعتبر سالب. فلهذا نلقاه قبل الهيت موجب وقبل الورك هنا سيجن حقت الماينس. فإذا the energy balance in differential form is variation of Q differential of Q minus differential of work is equal variation of total energy. أيضا أود أن ننوه هنا إلى استعمال هذا. ليش؟ لأنه هنا عندي inexact differential، وبالنسبة لهذه بالنسبة total energy هي ايه شباب؟ هي exact differential. The instantaneous time rate form of the energy balance is derivation of Q over time minus derivation of work over time is equal variation of total energy over time. فإذا هنا زي ما استعملنا لما عرفنا الهيت والwork، time rate of heat minus time rate of work is equal variation of total energy over time. هنا زي ما شفنا ان طبقنا القانون الاول او ذكرناكم بما درسناه في الشابتر 1، يعني first law او تطبيق القانون الاول للديناميكا الحرارية بالنسبة للنظام المغلق. الحصة القادمة ان شاء الله سوف احاول تطبيق first law of thermodynamics، لكن في هذه المرة بالنسبة للopened system. السلام عليكم ورحمة الله.